السلام عليكم. حضرموت الكنز اليمني المهدور بين مطرقة القاعدة وسندان الإهمال الرسمي، عاصمتها في قبضة الإرهابيين، وآخر أخبارها حتى الآن أن الدراسة الجامعية تم إيقافها بأوامر ما يسمى بأمير المؤمنين. والمتابع للشأن اليمني في حضرموت يلاحظ أن ثمة تغييرات في اللحظات الأخيرة طرأت على السلطة هناك، تمثلت في تغيير المحافظ في ظل أحاديث عن قرب تحرير المكلا من القاعدة. والعبارة المكرورة التي نسمعها على الدوام من الجهات المسؤولة أن كل ذلك لن يتم إلا بعد إسقاط الانقلاب الذي أدى إلى سقوط الدولة وجعل القاعدة هي المستفيد الرئيس من الانقلاب وغياب الدولة. والأهم من هذا وذاك، حضرموت إلى أين؟ وماذا عن يوميات الإنسان في هذه المحافظة؟ وكيف يكابد الطلبة في المكلا تعسفات أمير الإرهاب الذي يطلق على نفسه أمير المؤمنين؟ ما أبرز الملفات العالقة في محافظة النخيل والدان والتجارة والغربة والشجن الجميل؟ هذه الأسئلة ستكون محل اهتمامنا ونقاشنا في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن دعونا نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ونعود بعده للنقاش. بوابة اليمن الشرقية ونافذتها على بحر العرب ليست بخير، تأثرت بشكل كبير بأمراض المركز التي انتقلت إليها أعراضه الجانبية على شكل جماعات متطرفة وأوبئة تكاد تفتك بالجميع. ما يقرب من عام على إعلان تنظيم القاعدة سيطرته على مدينة المكلا عاصمة حضرموت، تحول فيه التنظيم لسلطة أمر واقع تدير شؤون المدينة بالقمع وبقوة السلاح. تغيب الدولة وتتراجع، فتحظر جماعات العنف وتبسط سيطرتها على وجه البلاد، وتستخدم إمكانيات الدولة لقمع الناس وسلبهم حريتهم. جماعات لا تعرف غير لغة الوعيد والتهديد، وتنسحب حين يتعلق الموضوع بالقدرة على تأمين احتياجات المجتمع وسلامته. الوضع الإنساني هو الآخر، يتفاقم بمعزل عن السلطات المحلية في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرسمية التي لم تفسح المجال للجماعات المتطرفة وحسب. فكما قيل إن المصائب لا تأتي فرادى، فحضرموت اليوم تعيش أوضاعا إنسانية صعبة تقاسمتها الأوبئة والأمراض التي خلفت وراءها عددا من الضحايا، ناهيك عما تخلفه الأعاصير لعشرات الضحايا من قتلى ومصابين. تبسط الأوضاع السيئة في الآونة الأخيرة أذرعها على المحافظة الأكبر في البلاد المتخمة بالجمال، فتنتهك سحرها وتؤثر على سياق الحياة ومسارها. فمسلسل الاغتيالات الذي شهدته المؤسستان الأمنية والعسكرية بحضرموت خلال السنوات الأخيرة، خصوصا خلال الهجمات التي طالت المقار الأمنية والعسكرية، ألقى بظلاله على الوضع الأمني وأصابه بالشلل. وأصبحت الجماعات الإرهابية هي من تقوم بحملات الاعتقالات والمداهمات، ومن كان ملاحقا أصبح اليوم يقوم بالملاحقة. فخلال يوم واحد فقط شهدت المحافظة اغتيال جندي ومواطن في حادثين منفصلين، بالإضافة إلى اختطاف نائب مدير البحث الجنائي لمناطق الساحل العقيد ناصر الصنعاني من قبل تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، وضبط سيارة مفخخة من قبل المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وإلقاء القبض على سائقها الذي قيل إنه كان بصدد القيام بعملية انتحارية في مدينة القطن. حضرموت التي تنقسم إداريا وعسكريا إلى حضرموت الساحل، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، وحضرموت الوادي والصحراء التي لا تزال خاضعة للسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، تعيش في مجملها أوضاعا لا تحسد عليها. لكنها حضرموت التي حكى عنها المؤرخون أنها تعود إلى حضرموت بن سبأ بن حمير، ستظل منبع روائع الفنون والإنجازات الأدبية والداني الحضرمي الشهير. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ محمد الشرفي الصحفي المهتم بشؤون القاعدة، سيكون معنا من عمان. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك، مساء النور، أهلا وسهلا.
مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وبداية يعني شاهدت يعني في التقرير هناك الحديث أو الكثير من المآسي التي تعيشها حضرموت، ما بين أوضاع سيئة أمنية وعسكرية وكذلك صحية وإنسانية. حضرموت بين الغياب والتغييب أستاذ محمد، كيف تقرأ ذلك في اللحظة الراهنة التي تعيشها هذه المدينة؟ والله في الحقيقة أنا يعني بعتذر، استمعت للتقرير بحكم الانقطاع الصوتي والانقطاع الإنترنت يعني في الجزء الأخير من التقرير. لكن هي حضرموت طبعا بتعيش وضع غير عادي نسبة أو ما آل إليها الوضع، من خلال أنه تنظيم القاعدة تم احتلالها تماما من دول الفاتح من إبريل. نعم. وأصبحت حالة الناس يعني لا تطاق دائما يعني أي دولة بيسيطر عليها جماعات متشددة أو متطرفة فسيكون الحال في غياب الدولة هو حال صعب جدا. نعم. طيب يعني هناك اختلالات كثيرة أستاذ محمد تعيشها المدينة، كما تفضلت يعني أن من أي محافظة بعيدا عن سلطة الدولة تنشأ فيها العديد من الجماعات، ما أبرز هذه الاختلالات التي تعيشها المحافظة بحكم أنك يعني أحد أبناء يعني أحد المتضررين ربما منها مباشرة؟ هو طبعا هي دائما بتكون الاختلالات يعني متواجده، لانه في البدايه يعني لا توجد دوله، لا توجد اي سيطره للنظام او للشرعيه تبع السيد الرئيس عبد الرب المنصور هادي، لا توجد اي من هذا الشيء. ف يعني غالبا سيكون كل شيء مفقود يعني تماما. الان اصبحت السلطة في حضرموت الساحل تحديدا هي السلطة لجماعة تنظيم القاعدة، كل شيء. يعني مثلا إذا أحد يعني عمل مشكلة لازم يتجه إلى تنظيم القاعدة، إذا أحد سرق، إذا أحد لازم يتجند، إذا أحد كل هذا لازم يكون تبع تنظيم القاعدة، لأنه ما فيش سلطة نهائيا في حضرموت الساحل تحديدا، ما فيش سلطة. مؤسسات الدولة التي في هذه المنطقة مستولى عليها من قبل القاعدة؟ عفوا، مؤسسات الدولة يعني الوزارات، المحاكم، أجهزة الأمن، كلها مستولى عليها من قبل القاعدة حسب يعني ما شرحت لي. طبعا كل شيء مسيطر عليه من قبل القاعدة، من قبل تنظيم القاعدة. نعم. مؤسسات الدولة، الضرائب، يعني المرافق الحكومية، التعليم الفني، التربية، المحاسبات، الجهاز المركزي، المالية، وكل هذه المؤسسات كلها مسيطرة من قبل القاعدة، ولا يسمح لأي أحد يسيطر على هذا المكان أو يستمر في عمله. يعني مثلا زي المياه والكهرباء، إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أو المؤسسة العامة للكهرباء، لا يسمح لأحد، لازم يكون موالي للقاعدة، هذا شيء طبيعي. يعني الموظفون الآن الذين يمارسون أعمالهم إما أن يكونوا موالون للقاعدة حتى يستمروا في أعمالهم أو يسرحوا. عفوا، في فرق بين الموظفين وفي فرق بين المدراء. الموظفين ناس بسطاء، ناس مساكين ليس لهم علاقة، يعني يبحثوا عن مرتب شهري ومعاش شهري لا يعني لا يتجاوز 40 و 50 ل 60 ألف ريال يمني. نعم. يعني أنت تتحدث عن المدراء أو نعم رؤساء المدراء، رؤساء الأقسام، المدراء العموم ومدراء الدوائر اللي تحدث عنهم، إما أن يوالوا القاعدة أو يسرحوا. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني هل القاعدة تقوم بدورها ربما الحاكم المسؤول بشكل عام؟ يعني طالما هي مسيطرة على الدولة، هل توفر الأمن؟ هل توفر الصحة؟ هل توفر متطلبات المواطن؟ هل أنت برأيك يعني هل في جماعة إرهابية متطرفة قد وفرت الأمن والصحة والتربية والتعليم والأمان؟ أنا بسألك سؤال، يعني أنا بعيد لك السؤال، برد عليك بسؤالك بسؤال، هل في جماعة متطرفة قامت بإعادة يعني أو بتنفيذ الصحة أو الأمان وهكذا؟ هل في؟ هل يوجد في كل العالم؟ طيب يعني إذا لا لا لا, لا. لا يوجد، لا يوجد، هي كلها فقط تهديدات. يعني أنا أكلمك الآن وأنا مش عارف مصير أسرتي أصلاً.
طيب إذا يعني كيف يتعايش المواطن مع هكذا وضع؟ لا دولة، جماعة مسلحة كما تفضلت هي التي تقوم بتسيير الأمور التي تعنيها ولا تهتم بشأنه من خلال الصحة. الوضع الإنساني كارثي، حمى الضنك التهمت المحافظة تقريبا، يعني ما الذي يفعله المواطن البسيط؟ طبعا طبعا حمى الضنك هي ليست يعني الجزء الرئيسي او المشكله الرئيسيه، هي فعلا هي مشكله يعني الناس عانوا منها وتسبب فيها اثار تشابالا وما شابه، لكن من تسبب في حمى الضنك؟ من الذي لم يوجد لها معالجات؟ يعني نعم. من المسؤول في حضرموت الساحل؟ هم تنظيم القاعده، لماذا لم يضعوا حلول؟ يعني حتى وزاره الصحه تابعة للشرعية، أنا مع يعني مع احترامي للشرعية ومع احترامي لكل الأطراف، لكنها يعني لماذا لم توفر أي شيء؟ طيب نعم. طيب نشاط القاعدة الذي انتشر واتضح أخيرا في حضرموت الساحل بالذات كما تفضلت، هل هو مرتبط فقط بغياب الدولة أم أن هناك أيضا أهداف سياسية وترتيبات، يعني حتى استطاعت أن تلتهم هذا الجزء الكبير من المحافظة؟ وهناك من يدعي يعني أو يقول بأنها هي جماعات تنتمي لجهات معروفة ومحسوبة سياسيا. طبعا هي قد تكون يعني ليس المسألة كلها يعني حربية أو طائفية أو كذا، هي طبعا سياسية. نعم. احنا لا نستبعد علي عبد الله صالح أو عفاش كما يسموه، لا نستبعده نهائيا، هذا طرف رئيسي، لكن ما معنى يعني ما معنى أنه يعني كيف تسلم حضرموت لتنظيم القاعدة مع أن التحالف موجود؟ احنا لا نعلم لماذا لم يكشف التحالف تنظيم القاعدة. نعم. هل هو متواجد بشكل واضح في معسكرات وفي أماكن يعني واضحة؟ هل هو مسيطر على هذه الأماكن بشكل وينتشر بشكل طبيعي ويتعايش، يعني أم أنه مختفي ومختبئ؟ صديقتي عفوا أستاذة، هو طبعا متواجد، يعني من بيحكم حضرموت الساحل غيرهم؟ ما فيش حد بيحكمها لأنهم هم وهم متواجدين بشكل علني وبشكل أمام الناس وكل شيء. في بداية الأمر منذ مطلع 2 إبريل 2015 نعم. لم يعني لم التحالف، يعني نحن كلنا ضد اي غزو طائفي او اي شيء في عدن او كذا. تنظيم القاعده احتل حضرموت، لكن القاعده يعني احتلت في البدايه هي 5 مراكز، مثلا القصر الجمهوري، معسكر الثوره، ومعسكر النجده، ومعسكر القوات الخاصه. توقعنا أن قوات التحالف ستقوم بغزوهم، لكن هذا لم يحصل. طيب إذا سيكون معنا الأستاذ محمد اليزيدي وهو مراسل قناة بلقيس من المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. محمد، يعني أود أن تحدثنا عن الأوضاع أو آخر المستجدات بشكل عام في حضرموت. بالنسبة لآخر المستجدات في حضرموت، هي تنقسم لعدة أقسام وعدة محاور، لكن الحدث الأبرز هو ما كانت قد أعلنت عنه السلطات الرسمية عن إحباطها لمحاولة تفجير سيارة مفخخة كانت تستهدف أحد المنشآت الحيوية في وادي حضرموت. هذا الحدث هو الأبرز على الصعيد الأمني، خصوصا وأن هذه المحاولة تأتي بعد أيام فقط من عودة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الرطين عبد الرحمن الحليلي بعد غيابه لفترة امتدت لنحو 3 أشهر عن المشهد الأمني. نعم. طيب محمد، ماذا عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة؟ الأوضاع الإنسانية بشكل عام في محافظة حضرموت للأسف تشهد استمرارية في التدهور، هي متدهورة منذ البداية لكن في الآونة الأخيرة شهدت مزيدا من التدهور، تمثلت في غياب الكثير من الخدمات، هنالك مناطق بأكملها بها غالبية سكانية كبيرة منعزلة لا توجد بها خدمات، وربما لو خلال الفترة الماضية نقلنا لكم عدد من التقارير
التي تشير لحالة المعاناة التي تعانيها كثير من المقاتل في حضرموت. نعم. تخيلي أن هنالك مقاتل تبعد عن المكلا مسافة تزيد عن 200 إلى 300 كيلومتر، لا توجد فيها مستشفيات، لا توجد فيها خدمات. من لديه مريض يأتي كل هذه المسافة إلى المكلا للحصول على العلاج. زيادة نسبة البطالة بشكل كبير في المكلا في صفوف الشباب. هنالك مؤسسات، بنوك، محال تجارية، شركات، جميعها أغلقت أبوابها نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المكلا. صرح هذا نكد عنه تسريح العاملين فيها، انعكس هذا بشكل سلبي على حياة المواطنين، على البطالة، ارتفاع الأسعار أيضا في المكلا، برغم أن سلطة الأمر الواقع هنا سمحت بدخول المواد الغذائية وغيرها بدون جمارك ودون ضرائب، إلا أن الأمر لم ينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن. نعم، إذا ما دور السلطة المحلية محمد يعني في كل هذا؟ هل يعني تغيير المحافظ كان له أثر؟ ماذا عن مكافحة بعض الأوبئة الموجودة، خاصة أن حضرموت يعني أضف إلى كل المعاناة التي تعانيها هي خارجة من كارثة بيئية وهي الفيضانات التي حدثت؟ نعم، بالنسبة لدور إذا ما كنا سنتحدث عن دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت فهي الحقيقة مغيبة، لا يوجد هنالك أي أثر للسلطات المحلية في تقديم أي نوع من أنواع الخدمات للظروف الاجتماعية التي تمر بها المكلا على الأقل في مناطق الساحل حضرموت. بالنسبة للأمراض والأوبئة، شهدت المكلا كما تعرفون جميعا أن موجة من الأمراض وانتشار الأوبئة فيها نتيجة لغياب الخدمات وما سببته الكارثة العصارية شبا لومي. لكن في الآونة الأخيرة وتمكنت الجهود الطبية في المحافظة من احتواء هذا الموقف، إلا أن هنالك لا تزال مخاطر كانت قد أعلنت عنها السلطات الطبية في المحافظة من أنها تتوقع أن تعود موجة جديدة من فيروس حمى الضنك تضرب مناطق ساحل حضرموت إذا ما حصلت أي أمطار، كوننا في هذه الفترة حتى نهاية شهر مارس هي الموسم الرئيسي لتكاثر هذا المرض. نعم. بالنسبة هنالك شيء يجب أن نؤكد عليه، أنه انحسار المرض والسلطات والتغلب عليه لم يكن نتيجة لجهود السلطات الطبية في فقط الرسمية، هنالك لعبة المنظمات المدنية والملتقيات الشبابية دورا كبيرا في هذا الأمر، حيث أن كثيرا من المستشفيات في مدينة المكلا كانت شبه خارجة عن الجاهزية، لا تمتلك ما تقدمه للمرضى خصوصا فيما يخص الأدوية والمحاليل. هذه النظف قامت منظمات المجتمع المدني، التدخلات الشبابية بالتعويض من خلال توفير هذه الأدوية والفحوصات المجانية للمرضى الذين كانت تتكدس بهم مستشفيات المكلا، وصلت إلى الآلاف في المستشفيات لا تستطيع أن تتحمل المئات وما ذلك بالآلاف. نعم، هل هناك أي مساعدات تأتي يعني عبر التحالف أو منظمات تنتمي للتحالف لهذه المحافظة المنكوبة؟ الحقيقة لعب مركز الملك سلمان نوع ما من دورا مهما يعني في عملية التخفيف من المعاناة في المحافظة، لكن هذا التدخل أو هذا الدور لم يكن ذلك الدور الكبير والمأمول. هناك تدخلات نعم موجودة لكنها لا تغطي حجم الكارثة أو حجم الاحتياجات للناس، لأن لا يوجد هنالك منظمات دولية كاليونيسيف، منظمة الصحة، الصليب الأحمر قدموا خدمات تتعلق فيما يخص الجانب الإنساني والدواعي، لكن مثل ما أخبرتك أن هذه التدخلات بسيطة لا تتطلع إلى حجم الاحتياجات الكبيرة. لا زالت الأوضاع هنا صعبة، لا زالت الاحتياجات كبيرة ودائمة، في ظل أن الدولة لا تزال مغيبة يعني دورها في وكأنها ماذا أخبرك يعني لا تواجد لها حقيقي في حضرموت. نعم، دائما التعويل هو على الشباب وخاصة شباب أبناء كل محافظة، هم الأقرب دوما لمعاناة الناس. شكرا جزيلا لك محمد اليزيدي مراسل قناة بلقيس، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. عودة إليك محمد الشرفي، يعني استمعت إلى حديث زميلنا مراسل قناة بلقيس هناك، ربما لفتني موضوع أن من يقوم بإعطاء الخدمات ويساعد الناس هي مبادرات شبابية، كيف ترى لدور السلطة المحلية الذي يتحدث محمد بأنها شبه غائبة وغير موجودة، هل هذا ما يعول عليه في هذه المرحلة بالذات أستاذ محمد؟
عفوا، لكن في الحقيقة يعني هل ستكون سلطة محلية متواجدة مع تنظيم القاعدة؟ هل يعقل أن تكون هناك سلطة محلية تعمل في ظل سيطرة تنظيم القاعدة؟ هل هذه سلطة طيب محلية؟ حتى أفهم منك أستاذ محمد، يعني هل القاعدة مسيطرة على كامل حضرموت، أم كما تفضلت يعني أنت أخبرتني أنها على حضرموت الساحل، يعني أن حضرموت الوادي و... حضرموت، أنا بتكلم عن حضرموت الساحل، نعم حضرموت الوادي لا، أنا بتكلم عن حضرموت الساحل. هل حضرموت الساحل اللي مسيطرة عليها تنظيم القاعدة يعني السلطة المحلية بتكون متواجدة فيها؟ ماذا ما 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 يعني هذا؟ يعني كيف أنه سلطة محلية تتواجد في ظل سيطرة تنظيم القاعدة وحكمهم؟ ماذا يعني يعني هذا؟ هل يعقل؟ ستكون هناك بالتأكيد مواجهات، يعني لن يستطيعوا البقاء في نفس المكان، ولكن وهذا ما أريد أؤكده، أنه لا توجد سلطة في حضرموت الساحل، لأن السلطة الحالية والمسيطرة منذ 2 إبريل حتى هذا الوقت 29 من فبراير 2016 هي سلطة تنظيم القاعدة. أي شخص سيتفق مع تنظيم القاعدة وسيحكم معهم هذا يعتبر أنه شخصا يعمل لديهم، أو أنه لديه أجندة معهم، أو أنه متفق معهم، أو أنهم يعني بهذه الطريقة. هل يعقل أن تكون رئاسة الهرم أو سلطة الهرم هي تبع تنظيم القاعدة والموظفين تبع السلطة المحلية؟ هذا ما يعني أنهم متفقين. طيب أستاذ محمد، يعني هناك من يتساءل هل يستطيع أبناء حضرموت يعني تشكيل مقاومة شعبية كما حدث في بعض المحافظات التي رفضت وجود جماعات مسلحة يعني مسنودة أيضا بالجيش الوطني كما حدث في كثير من المناطق، هل هذا يعني يمكن حدوثه؟ بالمناسبة يعني نحن في حضرموت يعني كثير من القبائل والعشائر وهذه الأشياء، نعم منها مثلا الحلف حق قبائل حضرموت وهذه الأشياء. طبعا حلف قبائل حضرموت كان في البداية يسعى إلى أنه يقوم بمحاربة القاعدة، لكن الإمكانيات لم توجد لديه. حاليا أقول لك يعني خلال هذه ال5 سنوات، أنا بتكلم عن 5 سنوات، لن تكون هناك أي مقاومة من قبل تنظيم أو من قبل قبائل حضرموت وأبناء حضرموت. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تنظيم القاعدة قام بالسيطرة على 4 ألوية، اللي هو 27 ميكا، واللي هو 191 دفاع جوي، واللواء المشاة، و يعني عفوا النجدة، يعني قيادة النجدة، نعم والحرس الحدود وهذه الأشياء كلها. 4 ألوية تم السيطرة عليها في حضرموت، تمكن منها تنظيم القاعدة وأخذ أسلحتها وقام بالدفاع عن جنودها وأعطاهم الأمان. نعم من الذي سيستطيع أن يقاومهم إلا إذا أبناء حضرموت تمكنوا من الاستيلاء على السلاح وعلى القوة والتدريب وهذه الأشياء. لكن حاليا أيضا نحن في أبناء حضرموت، حاليا أبناء حضرموت، طبعا أنا أتحدث عن أبناء حضرموت، هم أبناء المكلا وأبناء حضرموت الساحل، ليس أبناء حضرموت اللي ما يعنوا أو ما سموها القاعدة، ليس هم، أتكلم عنهم، لا يستطيعون، لأنه المقاومة ستكون خاسرة. يعني تعزيزا لكلامك أستاذ محمد، نحن حاولنا التواصل مع كثير من الجهات الأمنية التي هناك وأيضا المحلية، ولكن للأسف لم يستطع أحد التمكن من الظهور خشية تواجده في المنطقة ذاتها. اسمح لنا فقط أن نذهب لفاصل قصير ونعود معك لاستكمال حديثنا حول محافظة حضرموت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة إليك أستاذ محمد الشرفي عبر سكايب. أستاذ محمد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن عدم إمكانية مواجهة القاعدة من قبل أي طرف يود ذلك، هل أفهم من كلامك أن المسألة يعني لو تمت بالتنسيق مع الجيش الوطني وأيضا مع التحالف أن هذا الأمر ممكنا في مثل هذه الحالة؟ عفوا ممكن تعيد السؤال بس؟ نعم محمد، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني أنت قلت أنه لا يستطيع أحد مواجهة القاعدة خاصة بسيطرتها على 4 ألوية، وأن الجماعات التي تود هذه المواجهة تفتقر للسلاح وأيضا للتدريب، هل المسألة مرهونة بالتنسيق مع الجيش الوطني وقوات التحالف برأيك؟
هي المسألة يعني مرتبطة بعدة أطراف. نعم. أولا يعني في حضرموت لا يوجد جيش وطني، حضرموت الساحل. دائما أنا أضع بالاعتبار للمستمعين ولك ولكل، نحن بنتحدث عن الجيش المتواجد، يعني إذا كان في جيش في حضرموت الساحل، نحن نعم نتحدث عن حضرموت بالكامل. لا يوجد، لا يوجد أي شيء. نعم، يعني ألست يعني هناك نواة لهذا الجيش يمكن التحرك أو تشكيل لا حتى لا، نواة أخرى في المحافظة؟ في حضرموت الساحل لا يوجد. وأضيف لك أيضا أنه يعني في شهر يونيو، يعني تقريبا شهر 6 2015، قامت مجاميع بتدريب الشباب على خطوة نظام استعد نعم 6 أشهر نعم كاملة. اسمح لي محمد، يعني نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ صلاح باتيس عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ صلاح. حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ صلاح. يعني حدثنا عن أبرز الملفات العالقة في محافظة حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الوطن يمر بأزمة حقيقية لم يمر بها من قبل، ولكن هناك إصرار حقيقي ومن كل شرفاء اليمن وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، حكومته الشرعية والقوى الوطنية المختلفة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وهذه المرة بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. بلا شك نسأل الله أن يجعل العاقبة إلى خير والنصر قريب بإذن الله عز وجل. حضرموت جزء من هذا الوطن، لذلك تتأثر بما تأثر به الوطن، تتأثر بما تأثرت به العاصمة، تتأثر بما تأثر به المحيط الإقليمي من تدخلات سافرة لإيران في دعم المتمردين سواء علي عبد الله صالح أو عبد الملك الحوثي. هؤلاء لهم جيوب ولهم خلايا، بالذات علي عبد الله صالح عندما حكم اليمن خاصة بعد الوحدة وبعد حرب 94، شكل له وحدات خاصة به تعبث وتعمل مرتبطة به مباشرة، وأطلق عليها أسماء يراها البعض أنها أسماء وطنية وأنها تتبع الوطن، لكن للأسف الشديد لا تتبع إلا علي عبد الله صالح. ما هي هذه الأسماء من الحرس الجمهوري؟ وحدات خاصة من الحرس الجمهوري، وحدات أخرى من الأمن المركزي، ووحدات من الأمن القومي. ليس الحرس الجمهوري بالكل، وليس الأمن المركزي كاملا، وليس الأمن القومي كاملا، لكن جعل له وحدات داخل هذه المؤسسات، مؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية تتبعه مباشرة. من هذه الوحدات، وحدات كانت موجودة في المكلا عندما أعلن قائد المنطقة العسكرية الشرقية محمد علي محسن انتماءه وانضمامه لثورة الشباب السلمية بعد جمعة الكرامة، انشق عدد من القادة العسكريين يتبعون علي عبد الله صالح مباشرة، وأحدثوا معركة استمرت لثلاثة أيام شهدها الجميع. ثم بعد ذلك تدخل بعض الوطنيين حتى يجنبوا حضرموت الحرب في ذلك التاريخ في ثورة الشباب السلمية، واحتل هؤلاء الضباط التابعين لعلي عبد الله صالح القصر الجمهوري، وبقي قائد المنطقة في منطقة خلف. ثم بعد ذلك اللواءين، اللواء 27 ميكا واللواء 190 دفاع جوي، هذه الوحدات العسكرية تبعت قائد المنطقة. أما الوحدات التي داخل المدينة، وحدات الأمن المركزي والحرس الجمهوري، تبعت هؤلاء الضباط الذين رفضوا الانضمام لثورة الشباب، بل انقلبوا على قائد المنطقة لكنهم فشلوا وسيطروا على مدينة المكلا. عندما حدث التمرد في صنعاء والانقلاب في صنعاء بين علي عبد الله صالح عبد الملك الحوثي من جهة على الرئيس الشرعي عبد الله منصور هادي، وحصل ما حصل، هذه الوحدات بأمر من علي عبد الله صالح سلمت مواقعها ومعداتها للقاعدة. سيطرت القاعدة فجأة على المكلا. البعض يتساءل كيف سيطرت القاعدة فجأة على المكلا بهذا السيناريو الذي أشرحه وأعلنه الآن. بعد ذلك أصبحت المنطقة العسكرية منطقتين، هذا السيناريو أستاذ صلاح يعني يبدو أنه واضحا أيضا للشرعية، وأنت تحدثت أن حضرموت يعني جزء من هذا الوطن تضررت بما تتضرر به الأمانة وأيضا تعز وصنعاء بالمجمل ومأرب وكل المحافظات، هذا أمر طبيعي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ صلاح، يعني هي تتضرر ولكن لا تعالج، يعني حتى الآن لا توجد أي خطوة حقيقية ملموسة لحلول مأساة حضرموت كما يحدث في بقية المحافظات. يعني هل عليها أن تشارك الوطن أوجاعه ولا تشاركه جزء من الحلول التي يعني يحاول
أن تكون في بقية المناطق؟ أختي الكريمة، عليك وعلى كل المشاهدين والمتابعين الكرام أن يدركوا جيدا أن حيل علي عبد الله صالح لا يمكن أن تنطلي على الشعب اليمني ولا على حكومته الشرعية ولا على التحالف العربي. التصعيد الذي تحدثه الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة سواء في حضرموت أو في عدن أو في أبين وبالأخص في المحافظات الجنوبية، الهدف منه تشتيت جهود المقاومة الشعبية والجيش الوطني والتحالف العربي التي تتجه اليوم لحسم المعركة الحقيقية في تعز وصنعاء. يريدوا منهم أن يتشتتوا ويريدوا منهم أن يلتفتوا إلى الوراء ويخفوا الضغط خاصة عليهم في معقلهم في إقليم آزال الذي يحتلونه حتى الآن ويعاني أبناؤه منهم الأمرين. لا شك أن هناك معاناة في حضرموت ومعاناة أستاذ صلاح، يعني دعني أعيد لك السؤال. يعني أنت تردني إلى مربع علي عبد الله صالح، أتفق معك بأنه متسبب ربما رئيسي في كل ما يحدث، ولكن لما تدار الظهور عن حضرموت؟ يعني منذ والمقاومة تشتعل في عدن وهناك من يساندها، وفي تعز أيضا حضرموت تتغلغل فيها القاعدة على مرأى ومسمع من التحالف ومن الشرعية. أليست القاعدة هي العدو الأكبر التي كانت بالنسبة لقوات التحالف ولدول التحالف بمعنى أصح؟ لما استهين بوجودها بهذا الشكل حتى يعني استوطنت بهذه الصورة؟ كيف ستقاتل القاعدة والميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة والعاصمة مختطفة، أجهزة الاستخبارات، البنك المركزي، القيادة العامة للقوات الدفاع والأمن، العاصمة صنعاء مختطفة؟ علينا أولا أن نسيطر على العاصمة صنعاء، ثم بعد ذلك سيتم القضاء على كل ميليشيا خارج إطار الدولة من العاصمة. علينا ألا نقع في الفخ الذي أراده علي عبد الله صالح ونلتفت ونذهب نجري خلف الأسماك الصغيرة وننسى الحوت الذي صلاح. يريد أن يلتهم الجميع هناك. يعني اسمح لي، مئات الضربات التي وجهت لصنعاء والتي ما زالت توجه لأماكن لم تعد تحمل الأسلحة بدأت توجه لمنازل، لما لا توجه ضربتين أو ثلاث لهذه الألوية التي تتحدث عنها أنها مسيطر عليها من قبل القاعدة؟ يعني قليل من المنطق أيضا لمن يتابع الحدث، يعني هل نتفرج عليها تماما لأننا نواجه عدو واحد في العاصمة؟ يعني هل نتركها تستفرد بالحكم؟ إنها تكبر أستاذ صلاح ولن يستطيع السيطرة عليها فيما بعد. لا تمتلك حاضنة، المجتمع يرفضها، القضاء عليها سيكون سريع وعاجل عندما يكون هنا تكون لدينا دولة وتكون لدينا مؤسسات وتكون لدينا عاصمة. وأيضا هذه الميليشيات مهمة القضاء عليها مهمة العالم بأسره، لأن التنظيم عالمي سواء تنظيم الدولة أو القاعدة. لكن الانقلاب الذي حدث هو الذي أفسد كل شيء. إذا ذهبنا نجري خلف الأسماك الصغيرة وغفلنا الحوت الكبير الذي التهم العاصمة والتهم مؤسسات الدولة، لا شك أن هذا الحوت سيلتهم الجميع. علينا أن نقضي على الانقلاب أولا وأن نقضي على التمرد أولا، وفي نفس الوقت نعمل على تأسيس وحدات عسكرية مع الجيش الوطني والأمن الوطني، ونوعي المجتمع بخطر الإرهاب وبخطر الميليشيا خارج إطار الدولة. وعند ذلك عندما يسقط الانقلاب وتعود الشرعية وتعود العاصمة ستتهاوى هذه المشاريع الصغيرة كما تتهاوى أوراق الشجر. طيب أستاذ صلاح، لا يستطيع أبناء المحافظة تشكيل مقاومة مدعومة أيضا بجيش وطني وبقوات التحالف حتى يعني محاولة لدرء ما يحدث في المحافظة؟ هناك يعني وصل الأمر إلى التدخل في الجامعة، في هناك ضغوط وتعسفات تمارس على الطلاب ويتم إيقاف الدراسة، منع الاختلاط إلى ما ذلك من تفاصيل ربما تعرفها أكثر مني في مسائل حضرموت وما يتعلق بها. بلا شك أنه يستطيع الناس أن يشكلوا ويدعموا ويقاوموا، لكن الكلفة ستكون كبيرة وستكون باهظة والفاتورة ستكون كبيرة جدا، لأن هذه الميليشيا وهذه العصابات التي يدعمها علي عبد الله صالح تحظى بدعم كبير من صنعاء التي هي في قبضة زعيمهم وكبيرهم الذي علمهم السحر. لكن إذا تم القضاء على التمرد في صنعاء وعادة الشرعية إلى مكانها الطبيعي وعادة الدولة إلى العاصمة ومؤسساتها إلى الشرعية، ثم كانت هناك حملة بعد ذلك للقضاء على هؤلاء هنا وهناك، بلا شك أن الكلفة ستكون أقل
وسيكون القضاء عليهم أسهل وأيسر إن شاء الله. نعم، ابقى معي أستاذ صلاح، أعود إليك بعد أن أذهب لضيفي عبر سكايب محمد الشرفي. أستاذ محمد، يعني كنا نتحدث عن الوضع الإنساني، برأيك ما هو دور رجال الأعمال الحضارم يعني المعتاد عليهم أو المتعارف على جهودهم الخيرة فيما يحدث من مآسي يعيشها أبناء المحافظة؟ عفوا بس لو تسمحيني بدقيقتين يعني 120 ثانية أرد فيها على الأستاذ صلاح باتيس. تفضل. تسمحي لي. أولا في البداية نحن في الحراك الجنوبي كنا يعني طبعا ان احنا اول من ثرنا ضد علي عبد الله صالح، هذا اللي اعتبرناه طاغيه من 2007 واعتقلنا، انا عن نفسي اعتقلت واخواني اعتقلوا، وهذا اشياء مفروغ منها في الحراك الجنوبي. حينما كان صلاح باتيس هو يؤازر علي عبد الله صالح من خلال حزب الاصلاح، هذا واحد. اثنين، هل بالامكان ان تسالي صلاح باتيس اين قتل اخوه؟ أستاذ محمد، أنت تنحرف بالحلقة تماما، يعني حديثي عن حضرموت وما تعانيه. لا نحن أيوة، لكن ليس موضوعنا الآن أستاذ صلاح، وليست الحلقة هي مواجهة بين طرفين. أود منك فقط أن تحدثني عما يعاني أبناء حضرموت ودور رجال الأعمال إن تكرمت. أنا يعني استأذنت، قلت لك ممكن. نعم، أنا يعني أظن أنك سترد على الحديث الذي تحدث عنه، ولكنك ذهبت لي بموضوع آخر. لكن علي عبد الله صالح طاغية وهو من هذا ما تتفقان عليه. نعم، هذا ما تتفقان عليه. نعم، نتفق عليه طبعا، ونتفق أيضا على أنه علي عبد الله صالح هو من أسس حزب الإصلاح، نتفق عليه أيضا هذا الأشياء. الشيء الثاني، البنك المركزي ليس في صنعاء نهد، البنك المركزي أيضا في حضرموت 18 مليار، ولكن هناك أستاذ قصة البنك المركزي، هناك اتفاقات دولية، وهناك ليست المسألة مسألة يعني من أراد أن يوقف بنك في محافظة ويفتح في أخرى، هذه المسألة مرتبطة بمسائل دولية واتفاقات دولية، ليس من السهل. قد ناقشنا هذا الموضوع اقتصاديا أكثر من مرة أستاذ محمد. أنا ما أستغربه أنه ليش الأستاذ صلاح، يعني أنا بعرف أنه ميليشيات الحوثي، أنا بعرف يعني، وأنا ضد الحوثي وضد أي طائفية، بعرف أنه ميليشيات الحوثي هي مسيطرة على البنك المركزي في صنعاء، هذا شيء يعني كل العالم يعرفه. لكن أيضا نحن بنعرف 2 إبريل تمت السيطرة على البنك المركزي في حضرموت في المكلة 18 مليون، هذه الأشياء لم يتكلم عنها صلاح باتيس. مؤسسة البادية والاشياء وهذه. استاذ محمد، يعني يبدو انك لا تريد ان تجيبني على سؤالي. انا يعني الاستاذ يعني هو يتحدث، لم ينكر وجود القاعده في نهايه الامر في حضرموت، ويعرف تماما انها مسيطره سيطره كبرى. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الشرفي، كنت معنا عبر سكايب الصحفي المهتم بشؤون القاعده من عمان. عوده اليك استاذ صلاح، كنا نتحدث عن حضرموت وأبناء المحافظة، إما يعني إذا ما فكروا بتكوين مقاومة، يعني هل يعني هناك من يتساءل ما مدى أهمية ملف المكلة أو تحرير حضرموت والاستقرار الأمني لهم في أولويات الشرعية؟ بلا شك أن المكلة تمثل أهمية كبرى، خاصة وأنها الآن هي عاصمة إقليم حضرموت، ليست فقط عاصمة لمحافظة حضرموت، عاصمة لأكبر الأقاليم مساحة جغرافية، وأكبر الأقاليم ثروة، وأكبر الأقاليم فاعلية في المحيط الإقليمي والدولي بسبب الرأس المال المهاجر من هذا الإقليم، وخاصة التجار الحضارم التي كنت تسألين الأخ محمد الشرفي عنها. وأنا أشكر حقيقة الأخ محمد الشرفي، أراد أن يوضح بعض المسائل. ربما هناك الشحن إعلامي كان في يوم من الأيام ضدنا وضد الإصلاح وضد صلاح باتيس وضد البادية وضد الآخر، لكن هو يعلم جيدا ويعلم الجميع أننا قاومنا علي عبد الله صالح منذ أول لحظة، بل حتى بعد الوحدة مباشرة في أول انتخابات في 93 قدمنا مرشحين من خيرة اليمن شمالا وجنوبا ليكونوا منافسين للمرشحين الذين يقدمهم علي عبد الله صالح، في الوقت الذي كان للأسف البعض منخدع به ويعطي صوته للمرشحين الذين يقدمهم. نعم، يعني علي عبد الله صالح والكارثة الأزلية التي حلت بالبلد، يعني لسنا في صدد مناقشته الآن. نعم، تفضل. للشهداء أنا ذكرت أنه عندما يتحدث ويقول أن اليمن قنبلة موقوتة، هو رأس هو أدرى بما قنبلة وعمود التفجير فيها. حضرموت ستنتفض قريبا، ولكن بعد أن تكون هناك دولة ومؤسسات تعود إلى مكانها الطبيعي وتعود العاصمة صنعاء ومؤسساتها كلها، كل اليمن سيتحرر ويتطهر من هذه الميليشيات عندما يكون لدينا دولة ومؤسسات. اليوم نحن في وضع لا يسمح بأن تشتت الجهود، ينبغي أن تركز على الرأس الأكبر وعلى رأس الأفعى التي أحدثت كل هذه المصائب. بعد القضاء عليهم سنقضي على الجميع إن شاء الله الذين يتمردون على الدولة ويتمردون على الشرعية سواء كانت القاعدة أو غيرها، وهم يدركون ذلك. نحن ننصح
ونوجه النصيحة للقاعدة ولداعش وغيره، اليمن لا تحتملهم، اليمن ليست مأوى ولا محضن لهذه الميليشيات. اليمن تريد الدولة، الشعب اليمني يريد النظام والقانون، الشعب اليمني يحترم النظام، وخاصة حضرموت الحضارم دائما هم مع الدولة، حتى في دول الخليج وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا أو غرب أفريقيا عندما هاجروا جنبا إلى جنب مع الدولة، بل شاركوا الدولة السعودية منذ تأسيسها منذ أول لحظة، وشاركوا ماليزيا وتنزانيا. نعم، يعني هم مجتمع تجاري يبحث عن الاستقرار والأمن والهدوء حتى يستطيع أن يعيش بوضع سلمي كما اعتاد. ما تقييمك أستاذ صلاح لدور السلطة الشرعية والمحلية في حضرموت؟ أنا أقول أن السلطة الشرعية سواء ممثلة بالرئاسة، مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الحكومة، هي تعتبر سلطة منفى، يعني تعيش في المنفى، وزراء بدون وزارات. يعني بهذا المعنى لا شك أنه وضع صعب، لكن ونحن نستعيد مؤسسات الدولة ونحن نحقق الانتصارات، بلا شك أن قوة هذه المؤسسات وقوة هذه الحكومة الشرعية ستعود على الأرض، خاصة عندما تصبح عدن إن شاء الله قريبا آمنة، ستصبح حضرموت الوادي الآن وضعها لا بأس به، المهرة إن شاء الله تصحح فيها الأوضاع وهي كذلك منطقة إن شاء الله تكون آمنة، مأرب ستكون آمنة قريبا، ستتحرر تعز وتكون آمنة قريبا، ستتحرر الحديدة وتكون آمنة. كل هذه الانتصارات التي ستتحقق ستقوي سلطة الحكومة الشرعية وستضعف سلطة هذه الميليشيات. بالنسبة للسلطة المحلية في حضرموت، أستاذ صلاح على ماذا تستند في تفاؤلك هذا؟ السلطة، عفوا اسمحيني أكمل باقي سؤالك. نعم. يعني السلطة الشرعية في حضرموت، السلطة المحلية في حضرموت بالنسبة لمديريات الساحل فيها المشكلة، المشكلة موجودة في عدد من المدن، مدينة المكلا والشحر والغيل وبعض المدن الرئيسية في ساحل حضرموت. أما الوادي فالوكيل موجود والوكلاء المساعدون موجودون ومدراء عموم المديريات ومدير الأمن والمنطقة العسكرية الأولى، مؤسسات الدولة بمختلف أقسامها موجودة في وادي حضرموت، والأمور لا بأس إن شاء الله أقرب إلى الصواب. أنا أتفائل من خلال، أولا لم يعد لهذه الميليشيات اليوم أي حاضنة لا شعبية ولا سياسية لا في الداخل ولا في الخارج. ثانيا الإمدادات ضعفت كثيرا، إلا ما يستطيعون أن يهربوه من هنا أو هناك وهو قليل. الأمر الثالث الاستنزاف الرهيب الذي حدث لهذه الميليشيات من معقلها ومخزونها البشري في شمال الشمال، في جبهة تعز وفي جبهة مأرب وفي جبهة قبل ذلك عدن وفي جبهة الجوف، هذا الاستنزاف قضى على رؤوسهم وقضى على متدربيهم الذين أعدوهم لعشر سنوات ماضية ثم عشر سنوات قادمة، سواء في جنوب لبنان أو في قم في إيران أو في غيرها من هذه المناطق التي كانوا يدربونهم فيها فكريا وسياسيا وعسكريا، قد قضوا نحبهم أغلب هؤلاء وبقي فقط المغرر بهم وبقيت بعض القيادات التي تقودهم التابعة لعلي عبد الوصال وعبد الملك الحوثي، هذه كلها في انحسار واليوم في تفكك كبير بعد أن أصبحت صنعاء تسمع من داخل صنعاء مدافع المقاومة الشعبية وتكبيرات المقاومة الشعبية وهم في نهم. اسمحي بسؤال أخير أستاذ صلاح، كلها تبشر بانتصار قريب إن شاء الله. سؤال أخير أستاذ صلاح، ربما يعني أنت تحدثت عن أن حضرموت لن تأتي أو لن يأتي الدور عليها إلا بعد تخليص صنعاء، ولكن ماذا عن الوضع الإنساني؟ ألا تستطيع السلطة المحل الشرعية أيضا وقوات التحالف أو يعني الدول المشاركة في التحالف الإمداد الإنساني للوضع الكارثي الذي تمر به المحافظة؟ أختي الكريمة، أنا كنت في جلسة في لقاء مع الأخ محافظ المحافظة اللواء أحمد المبريك المحافظ الجديد طبعا، وهو موجود في الرياض ويلتقي بكل مكونات المجتمع الحضرمي، وكذلك يلتقي بالقيادة السياسية والقيادة العسكرية للسلطة الشرعية وكذلك بقيادة التحالف العربي، وهو يبذل جهود كبيرة مع إخوانه في السلطة المحلية سواء الذين في الداخل أو الذين في الخارج. الوضع الإنساني كذلك، هناك لدينا ائتلاف إنساني موجود في حضرموت، وكذا تواصل مستمر. كان رئيس هذا الائتلاف الخيري في حضرموت في الرياض والتقى بمركز الملك سلمان، وهناك تنسيق قوي جدا عبر منفذ الوديعة لضخ الكثير من المعونات والمساعدات ومعالجة بعض الأزمات التي تعيشها المحافظة سواء في جانب المستشفيات النفطية أو في المواد الغذائية. نأمل ذلك أستاذ صلاح. هذا ما نأمله بالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح باتي، يسعده رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.